الكتب المحددة الصيغة أن أبو بكر الصديق لما علم بموت النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الأنصار فقالوا هم متبعون في سقيفة بني ساعدة. السقيفة دي زي المظلة، مظلة أكان بيجتمع فيها لبني ساعدة، وكان سيد الأنصار آنذاك سعد بن عبادة رضي الله عنه، لأنه سعد بن معاذ سيد الأوس كان قد استشهد رضي الله عنه وأرضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذاك الموجود سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان سيد الأنصار. فقاموا قالوا نرسل إليهم، أبو بكر الصديق قال لا بل نذهب نحن إليهم. والأنصار هم أصحاب المكان الأكبر والمنزل الأعظم زي ما ذكرنا في سيرة أبو بكر الصديق، لكن ما عاد مضوا اليوم. فلما ذهبوا قال عمر رضي الله عنه كنت قد هيأت كلمات أعجبتني فأحببت أن أتقدم بها بين يدي أبي بكر لعله لا يوفق إليها. يعني عجبته كلمات، والكلمات كانت لتولية أبي بكر الصديق، فكان داري يقولها. قال فلما وقفنا عندهم قام أحدهم فتكلم فقال منا أمير ومنكم أمير. فقام أبو بكر، عمر قال فعرفت منه الجد، لما يكون حازم في أمر ما خلاص ما يقبل فيه تاني، شنو ما يقبل فيه نقاش. قال فعرفت منه الجد، قال فجلست ما تكلم. قال والله ما ترك مقالة أعجبتني إلا قالها. قال أنتم معشر الأنصار ما ذكرتم من الخير فهو فيكم، وأنتم أهله وزيادة، ولكن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا في قريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال وتكلم كلاما طويلا يكثر ويصيب، ومن عادته ما بيتكلم كثير لكن بيتكلم في وقت الحاجة. قال ده أبو بكر الصديق أرى أن تبايعوا أحد هذين الرجلين، إما عمر أو أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال فقام عمر، قال عمر رضي الله عنه والله ما كرهت مما قال إلا هذه. شوف الصحابة دي ذاته ناس نفوسهم دي طيبة كيف، وناس الدنيا دي ما دارينا. قال كلامه السمح ده كله عجبني إلا دي بس، كون يقول لهم بايع عمر دي قال أنا ما دايرة. قال كيف أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق. قال فقمت فأخذت بيد أبي بكر الصديق فبايعته، فتدافع الناس مهاجرين وأنصار بايعوا كلهم، انتهى الموضوع. انتخابات رئاسية اتحسمت في 10 دقائق. دي لما تكون النفوس طيبة، ولو ما يكون الناس دارين الآخرة ما دارين الدنيا. نحن الناس بدها تشاكل، واجتماع مشاكس الأول والثاني ونفاش الأولى والثانية، وما خلينا دولة جنبنا ما اجتمعنا فيها، وكله الطمع ما بخلينا، ما بريحنا الطمع. أي زول دايرة لنفسه، والصحابة أي زول بيدفع من نفسه، أي زول بيدفع ما دايرنا. لأن الإمارة من طلبها، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرس عليه، ومن طلبه لم يعن عليه. ربنا ما بعينك عليه، مما تقولوا ولوني وانتخبوني وصوتوا لرمز العنقريب ورمز الفانوس وما عارف شنو، الله ما بعينك على ذاته. ولم ومن أعطيها الزول اللي بيدوا عليه وهما دائرة يعان عليها. انتهت بالمناسبة مسألة شفت التولية والانتخابات كلها، البرنامج اللي بيسموه الناس ده الصحابة انتهوا منه فيما لا يزيد عن 10 دقائق، ومضى الناس وخليفتهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما أحدثوا خلافة بعده، ولا شاكلوا معاه، ولا قسمة السلطة، ولا الثروة، ولا أي شيء من اللي بيقولوا التاريخ ده، بل ما حصل نزاع في الحكم لا في عهد أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية
والأحداث اللي وقعت في التاريخ لم تكن في الخلافة إطلاقا. شوف الصحابة دي الناس نظيفين كيف، ها الناس هسه موهومين يقول لك الديمقراطية وما تعرف الشغل اللي بيسووه الغربيين ده من الشغل الديمقراطي. انت ما فاهم الديمقراطية ولا فاهم اللي بيسووا فوده شنو. هو ده هو الديمقراطية انت قايله؟ هسه اللي بيعملوا فوده شنو؟ حتى النظام الامريكي شغال امس ولمس وقبالة، يقول لك ده رأي الشعب. كذاب، اتحداك تقول لي ده رأي الشعب، والله كذاب. امريكا عندها ما يسمى بالنظام الانتخابي، كويس، نظام بتاع دوائر. انت عارف ممكن يكون الفائز، الفائز ما فائز بعدد اكبر، لا ما بعدد اكبر ولا اي حاجه. 2016 لما كان الزول ده ذاته بشعر احمر ده ولا شعر لونه شنو ده كان مع المره دي كلينتون، هيلاري كلينتون، كانوا نازلين سوا. انت عارف المره ديك فايتاو ب 3 مليون صوت كعدد، بس عدد فايتاو ب 3 مليون صوت، لكن فوزوا ده. ليه؟ لانه النظام بتاعهم نظام، هم لمن شافوا نظام الديمقراطيه ذاته لقوه فاشل، بيجوا يسموا نظام التمثيل. التمثيل يعني اي ولايه عندها عدد معين، سقف محدد ما بتتجاوزه، والسقف ده انت بيعتبروك بس فيه فايز، يعني ما بالعدد، بس انت زدت على ذاك بواحد انت فايز خلاص انتهى. ده على ذا فاز بواحد خلاص فايز. ده النظام نظام بتاع تمثيل، وده اصلا النظام المستغى جزء كبير منه من النظام الشرعي. عندنا احنا النظام الشرعي هو نظام الشورى، والشورى ميزته انها بتستشير العقلاء والعلماء والناس الفاهمين، ناس المميزين يعني بيفهموا ديل بيشاوروهم. ده نظام الشورى، عشان كده الشورى تستخلص الرأي الصواب، الرأي الصواب. أما الديمقراطية فتأخذ رأي الأغلب، الكتار بس، والكتار ديل بيشترون بالقروش. تقالوا فاهمين حاجة؟ بالقروش بيشتروهم، تجيب عدد ما هو معروف الزول اللي بيفهم شنو. ده زي النوع زمان واحد قالوا زهجان من الشجره ديك، هو اعمى ما بشوف، جا داري يصوت، قال له انا اشير لك يا تا، قال له وريني الشجره وينها، قال له يا هذه الشجره خط اصبعه فيها، قال له اشير اي واحده ثانيه بس دي ما دايره، قفلها بس، قال له اشير اي واحده ثانيه. في ناس زي ديل، وده النظام بتاع الديمقراطيه، وفاشل ما بينجح، لانه راي الدهماء والرجرجه وراي الاغلبيه هو راي ما مبني على عقل ورشد وفهم، انما مبني على المكاسب والمصالح. تدفع كثير بدوك، تجيب كوره يا ما فاهمين اي حاجه. بس عشان كده بتلاحظ دائما في في في, في الانتخابات وكده ما بيجيبوا لك كلام، يعني عشان زول يجي يقرا ويفهم، يقول لك ما هي مثلا الطرح بتاعك شنو، ده تقدم شنو، لا بيجيبوا رموز ليه؟ عن قريب، عشان تجي انت ما فاهم، لا بتعرف تقرا، لا بتعرف تكتب، لا فاهم، لا اي حاجه، العن قريب وينو؟ العن قريب بتطبزه. ما فاهم شيء، ده بيجي للفانوس، الفانوس وينو؟ لانه ما فاهم حاجه. ولهذا النظام الاسلامي نظام شورى، والشورى بيشاوروا زول الفاهم، ما بيشاوروا الدهماء. وهذا اللي حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جعل الامر شورى، وفي عهد ابو بكر الصديق استخلاف. لو بيحصل زي ده الناس بتتداول السلطه بيناتهم بصوره مريحه، لا فيها قتال، لا فيها حرب، لا فيها ازل البلد، لا فيها اطماع، لا في اي زول جاري براه بيمشي بكتل اهله ويسوي له جيش من اهله عشان يجي يلتهم به والبلد، ده كله ما في. الناس تتداول بكل اريحيه وتستغل البلد. جزاكم الله خير، السلام عليكم.